بعد التوقف للاستراحة في المغرب وإجراء حصة إزالة إرهاق في ملعب الرجاء، انطلقت رحلة النادي الصفاقسي باتجاه غينيا كوناكري. إذن انهينا المرحلة الأولى، هي مرحلة كازا، ونحن الآن في اتجاه غينيا كوناكري بجانب مدرب الفريق سي حمادي دو. مرحبا بك على الوطنية الأولى، شنو نجم نقوله على المرحلة الأولى سي حمادي؟ المرحلة الأولى تعتبر مريحة، تعرف عملنا إسكال في المغرب، كل شيء على أحسن ما يرام، عملنا تمرين في ملعب الرجاء، كل شيء حاضر إن شاء الله، وإن شاء الله طول المرحلة معناها حتى من ناحية حتى التعب بتاع اللاعبين تخول لهم أنهم يكونوا حاضرين أكثر بالنسبة للمقابلة إن شاء الله بتاع غينيا. مش غريب عن النادي الصفاقسي التنقلات لدغال أفريقيا، أنا كنت أنا مسؤول على رحلات وعملنا تقريبا 6 رحلات كلها إن شاء الله كليت بالنجاح. اليوم هذه الثاني رحلة في المسار متاع كاس شامبيونز ليج. المرحلة الأولى الحمد لله تمت بسلام، وصل الفريق وارتحنا 24 ساعة، وتم إجراء حصة تدريبية بملعب الرجاء اللي نشكروه مع الضيافة وحصل الاستقبال، وإن شاء الله تو بدأت المرحلة الثانية في اتجاه كوناكري، وطمنوا لي الخيان اللي سبقوا انه الاجواء طيبه وانه حضروا كل شيء وعينوا الفندق وعينوا الترانات اللي مستدربوا فيهم، وان شاء الله كما كانت البدايه موفقه تكون النهايه ان شاء الله بتاع الرحله هذه موفقه. الظروف ما تستحقش برشا تعليق. هذا اليوم الأول في كوناكري، نجم نقوله ملعب، نجم نقوله برشا حاجات. ناصر شنو تسميها البلاصة هذه؟ تسميها بلاصة في الأفريق في الشامبيونز ليج، معناتها كاو هذيك الظروف لازم مش واحد يتفاجأ برشا، خاطر ديما إلى حد الآن نتسماو مادام فما مربع ونترناو نتسماو إذا حد الآن خارق العادة، معناتها لازم نتعاملوا معاه. هذيك هو ظروف الأفريق، لازمك باش تعدى، لازمك تعدي المراحل هذوما. هذول اللي خبرة صفاقس تخليها تتجاوز هالوضعية هذه اللي ما كما قلت ما تستحقش برشا تعليق. هو إلى حد الآن ما فماش حاجة اللي لا بروفوكاسيون، فماش مشاكل، معناتها إلى حد الآن هذوك اللي مويا عندهم هذوك الظروف. ظروف الأفريق معروفة، معناتها كان باش تخمم برشا في الستاندينغ سواء في الأوتيل ولا في الملعب ولا واحد راك باش تتعب، معناتها نتمناو العقلية هذه كلها توصل للملاعب. لا واصلة، ظلي نادي صفاقس عنده تجربة كبيرة وعنده سنوات قاعد يتحسن في الألقاب، وصلنا للنهائي كوب دي لاكاف ما كانش من باب الصدفة، ما تلقينا برشا ظروف تعاملنا معهم إن شاء الله.
ظهر لي محمود ما يختلفوش يزوز انه العبء الكبير في التطرح كيما هذه باش يكون على الدفاع، كنقولوا دفاع نادي صفاقس نقولوا محمود بن صالح. لا ما نقولوش محمود بن صالح كاو، نقولوا اللي معناتها تبارك الله عندنا خير هات المدافعين مع اربعه ولا خمسه من الناس سيتو اللي يلعب معناتها نصور يكون تعرف ماتش البرة سيتو اللي روتور نحاول ان شاء الله ما نقبلوش هذاك الاوبجيكتيف الاولاني وربي يجيبنا في الصواب ان شاء الله نماركيو كيما عملنا معناتها في التور الاولاني ضد اثيوبيا نروحوا بفيكتوار اللي سهل المأمورين نصور مباراة العودة ان شاء الله. ظل الافريق مناكي معروفة، ظل حضرنا له ماتش هذا ماتش كوبي، ظل ماتش باش يكون صعيب برشا، نعرفوا اللي فريق الخيدي معنا فريق باهي برشا، لكن ان شاء الله معناها نكونوا احنا حاضرين وان شاء الله نعملوا ماتش باهي. سخانة شوية يعني غدرتنا وكاو الباقي كل مستنسين بي. نهار قبل المباراة ذول اللي نقولوا توا فعلا دخلت المجموعة في الطرح. بيان سور دخلنا في الطرح ملي وفيه ماتش شامبيونا الناس كل مركزة. يعني هذه شامبيونز ليغ يلزم نركزوا 100% وما عندكش يعني وقت باش تدارك، يلزم فما مقابلة هنا ومقابلة في تونس نحسموها في 180 دقيقة. رامي عسلام الله يسلمك صباح لاباس. الحمد لله لاباس. شنو حول الصحه صح اخذ لي اول حصه تدريبيه بتشارك بها اليوم في كونك صحيح لاباس ان شاء الله والله لاباس لاباس شويه تعب ومشي على روح الحمد لله الحمد لله ان شاء الله باذن الله. طبعا تعرف فلس ان الحارس لانه اول حصه تدريبيه بالشارك فيها اليوم حارس النادي الصفاقسي الاساسي في الملعب الرئيسي في الملعب مازلنا هنا وصلنا اللاعبين نمشيو لماهر الحناشي مباشره. ماهر اسلام اسلام يظهر لي سيد خنا في الطرح ويظهر لي اخر حصه تدريبيه قبل المباراه. ايه بالطبيعه اخر حصه ان شاء الله نعملوها اليوم ومن بعد معناها ندخل ديريكت في الماتش في التحضير تاع الماتش ان شاء الله ان شاء الله ربي معنا ونعملوا اللي علينا ونروحوا بريزلتا باهي ان شاء الله. يظهر لي فما ملاعبي في الرحله هذه برشا تفاجئوا عليه وبرشا خموا ربما تكونش تاثير اللي سمعوه عليه كبير خاصه في مباراه كبيره. علي مرحبا والحمد لله على السلامه صار شيء الحكايه. الحمد لله سلامة الكرفة اي خصوص الكرفة خصوص الكرفة واللي حبت الكذبة معناها كيفاش علي معلول يسوق في كرفة وفي غينيا معناها ما شوية تخمام كان ينجم ربما شوية حشمة كان ربما ما يهبطش حوايج كيما هكا. لا لا غالب معناها فما عباد يكون تحب تدخل جو بعضه في السياسات على غالب نقولوا ربي يهدي للعباد هذوما ما الواحد فما عباد فجت عليه كيما دارنا كيما اصحابي اما نحب نطمنها ملي انا لاباس وما فما منها حتى شيء جوست الكهرباء ضربت شويه وكاو. اثر هذا على علي نفسيا برشا تسائل السؤال هذا خصوصي مش حاجه هينه وفي غربه وفي صفر ويخرج خبر كيما والله يمكن حاجه اللي قلقتني هو انه دارنا معناها كي سمعوا بالحكايه هذه حتى كي كلمت الدار لقيتهم مفجوعين حتى الوالد والوالده لقيتهم حتى يبكي وكل شيء. لازم نصير انا طمنتهم البارح اللي صحتي لاباس وما فما حتى صحه من الحكايه هذه ان شاء الله ربي يهدي الانسان اللي عمل الحاجه هذه وكاو. Sinilo,
سي مختار مرحبا. مرحبا عسلام وسلام. شنو هي توا التحضيرات هذه نتاع قبل اخر تمارين في الملعب؟ والله اخر تمارين في الملعب هو السي سي منظر خليفه هو اللي قاعد يخدم فينا على كل حال باش صناع عنده صناع احنا نخدموا صناع عنده سي كيفاش صناعك هذا هو صناعي وهم يسمعوا يطبقوا في الكلام ويطبقوا في التعليمات وانا تو جالسين نحضروا في لي فيتامين دي ريكوبيراسيون لي فيتامين جالسين نحضروا في لي فيتامين ايوا جالسين نحضروا في لي فيتامين دي ريكوبيراسيون للملاعبيه ان شاء الله. هي توصيات الطبيب ولا هذوما هذوما بطبيعه باشراف طبيب فيتامينات مسموح بها دوليا خاليه من المنشطات تعاون على غنيه بالاملاح المعدنيه تعاون على اللي في حراره كما اللي نشوفها في غينيا تولي خدمتكم مضاعفه انتم بالطبيعه في حراره كهذه الملاعبيه يخسروا برشا ماء يخسروا برشا املاح معدنيه بالتالي احنا مطالبين باش نحضروا لهم حوايج اللي في سعي يربحوا الشيء اللي خسروه. يظهر لي لما تونسية باهية يظهر لي مناسبات كما ذي ما تضيعش أنا في غين عندك برسمي صحيح مناسبات كما هذه لازم معناها الناس كل دي تشجع جالية تونسية كما قلت صغيرة برشا أما مثالش نجم تلموا في مناسبة كما هذه فرحة. لكل رحلة هوامش متاحة هوامش رحلة غينيا كوناكري كدرنا في البلاد وشفنا وضع البلاد بصفة عامة قلنا بصراحة معناها صعيب باش تلقى توينسة هنا تعاملوا مع الناس الكل كسواء من الأجنبيين أو اللوكال يعني الناس الخدمة أكثرية مع العلم أنا الخدمة أكثر مع اللوكال أكثر منها مع الأجنب خاطر بلاد ماهيش بلاد سياحية لكن بلاد بزنس بركة يعني الناس بزنس. من الحوايج اللي سمعتها الطريفة أنه الرئيس الجديد نتاع غينيا أنه ياكل كان من المطعم نتاع التوينسة في اول ما جاء رئيس هذا سيفغي الماكله كان ياكل كان معنا احنا ودير مش هو الاول قبل حتى الرئيس اللي قبله برشا كانوا ياكلوا عنا نبعثوا لهم الماكله نتاعهم لهنا اما توا عمل كوزين نتاعو سيستقل ولا قديمه انا ما يمنعش ديما لا ديما يبعث لنا كي تجي بعثتك كبيره وقويه انا حبيت نوصل بالكلام هذا سامي هو انه فما ثقه كبيره في التوانسه بالضبط ماك تعرف الاكل بالذات مش اي واحد نجم يوكل رئيس بالضبط صحيح الحمد لله لنا تبارك الله عندنا سمعه طيبه وان جنرال التوانسه معروفين ناس شهلولين كما نقولوا وخدامه نبقاو مع جمهور نادي صفاقسي من غينيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت اليوم ستساند النادي الصفاقسي إن شاء الله بإذن الله حيث إننا بعض الإخوة في دولتكم جمهورية تونسي إذا جينا لزيارتكم نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الجمهور كوناكري يغضب أنه يراك أنت من غينيا وتساند النادي الصفاقسي فقط يعني على كل حال نؤيدكم ونريد فوزكم لأن دولة تونس وغينيا على حد سواء بالنسبة لنا حيث الإخوة يتمثل في جميع أجمل الصورة في تونس. Oh,
c'est un peu difficile, c'est une famille pour moi, ça me coûte cher. S'il y avait une loi pour dire qu'il ne faut pas jouer, je n'allais pas jouer. Mais le football, je ne suis pas le seul joueur, c'est le football. Et j'ai toujours le CSS dans mon cœur, mais c'est le football. On va se battre aujourd'hui. Et bon, voilà, c'est Dieu qui fait le reste. Le meilleur va gagner. Le meilleur gagne. مفتاح الطرح حماد كيفاترا والله هو انه نكونوا واقفين صحيح انه الملاعبيه التكتيكيين يكونوا واقفين صحيح الزون دو ريكوبيراسيون تكون واضحه نعرفوا وقتاش نضغطوا على المنافس واهم شيء هو انه وقت ما مساحات باش يخليهم المنافس انه يستغلوا هذوك المساحات ونسجلوا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا الملخص المطول لأحد أبرز لقاءات الأندية التونسية على المستوى الإفريقي النادي الرياضي الصفاقسي في كوناكري أمام فريق حورية من أبرز الأندية الإفريقية خاصة في السبعينات البداية بتشكيلة المدرب حمادي الدو النادي الرياضي الصفاقسي صاحب كأس الكاف السنة الماضية رامي جيدي في حراسة المرمى زيادة دربالي علي معلول محمود بن صالح بسام البلعابي أيضا فرجاني ساسي غازي شلوف وسيم كمون ماير الحناشي إدريسا كوياتي وفخر الدين بن يوسف من جانب تشكيلة المدرب أمارات راوري كيتا كاريلو بادرا درامان محمد كامارا نغاني كواسي بليز لاعب السابق لفريق السي اس اس بانغورا ماليك كامارا وأيضا فودي المدرب هو أمارا تراوري والحكم هو أنتونو كاسلا إذن مباراة هامة منتظرة لممثل كرة قدم تونسية اللي يعرف يسافر يعرف يتألق خارج تونس وخارج الوطن خاصة أنه يستقبل خارج الميدان بالطبع معناه فريق ذي فريق كوناكري والترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي فرق عتيدة معروفة على المستوى الإفريقي وبعد لقاء كوناكري مباراة أخرى هامة في صفاقس بين الفريقين يوم السبت المقبل والفرجاني ساسي يرجع لعلي معلول والكرة دائما من الجهة اليسرى ويخس الكرة الأخيرة فخر الدين بن يوسف مباشرة محمد كامارا في وسط الميدان وترجع الكرة للدفاع عن طريق ليو نغاني جان قلت هذا الفريق تأهل بركلات الجزاء الترجيحية على فريق المدرب فوزي البنزرتي فريق رجاء البيضاوي المغربي ونادي الصفاقسي كان أزاح فريق تيديبيت الأثيوبي والبداية بالهجوم بالنسبة لفخر الدين بن يوسف وماهر الحناشي وتألق للحارس الحارس الأساسي من جانب تشكيلة المدرب أمارة تراوري الحارس نداي قديم والبداية واعدة يمثل كرة قدم التونسية فريق عاصمة الجنوب اللي سبق له باش خاض نهائي هذه المسابقة سنة 2006 من فريق الأهلي المصري ثم المحاولات من بانغورا والمتابعة من محمود بن صالح الكرة في مناطق الجزاء وأكيد يسعى فريق النادي الصفاقسي لتفادي قبول هدف في مرمى الحارس رامي الجريدي المتابعة كذلك للاعب المتألق سابقا بليز كواسي تجربة كبيرة للإيفواري انتقل في عديد الأندية الإفريقية والكرة لمحمود بن صالح والمتابعة لالتزامات الأندية التونسية على المستوى الإفريقي هام جدا التألق للأندية التونسية وزيادة الدربالي مباشرة لوسيم كمون المتابعة والحذر لتشكيلة المدرب حمادي الدو وأيضا البحث على كوياتي ومباشرة لحارس فريق حورية كوناكري المتألق قديم داي والمتفادي لبداية قوية لفريق السي اس اس في الأثناء محمد كامارا إلى الجهة اليسرى وين موجود كاليلو والتغطية من زيادة الدربالي وترجع الكرة لجان ليون من جديد المتابعة للمحاولات من زملاء بليز كواسي
الفرق الغينية متألقة، ترجع الكرة لبيسكوسي والكرة في المحور، وشكون في التغطية؟ ثم زيادة الدربلي اللي يعرف هذه المسابقات جيدا، لعب هذه المسابقات الإفريقية مع ترجي سابقا، بسام البولعبي في التغطية، والحارس رامي جريدي، ومحمود بن صالح بعد الكرة، والحكم أنتونو كاسلا يعلن عن مخالفة لتشكيلة المدرب حمادي الدو. غازي شلوف مباشرة لرامي الجريدي، افتك مكان كأساسي في التشكيلة، وأرغم حمدي القصراوي على مغادرة الفريق، وتألق بصفة لافتة في مسابقة الكاف أمام فريق توبيسان مازنبي، مسهل أحراز هذه المسابقة أمام فريق مازنبي في الكاف، والفوز الذهاب نذكر ثمين في تونس، هدفين مقابل صفر. غازي شلوف للنادي الصفاقسي مقابلة حرية كوناكري. حاليا التواغل والتوزيع من غازي شلوف ولا وجود لمتابعة لهذه الكرة، ثم مباشرة فرجاني ساسي، ثم علي معلول القائد الهجومي، وماهر الحناشي، مباشرة الحارس كديم نداي، المخالفة لفريق حرية والتغطية من جديد من دفاع النادي الصفاقسي. واضح التوصية من حمادي الدو عدم قبول أهداف خلال الشوط الأول. هذا المسعى البحث على بليز كواسي من جانب كاميرا محمد، لكن طول قامت محور دفاع النادي الصفاقسي يشكل عائق حاليا أمام التوزيعات الجانبية. من جديد الحارس كديم، كرة في وسط الميدان في اتجاه فودي كاميرا، والمتابعة من جانب إدريسا كوياتي. ديالو ألفا كاليلو، الكرة الغينية بعيدة على المسابقات الإفريقية للأندية، بعيدة على الألقاب حاليا، وأزمة في الكرة الغينية، رغم أن فريق حرية عنده تاريخ كبير على مستوى كأس أبطال إفريقيا لكرة القدم، وقلنا أزاحة في مباراة مثير الجدل الرجاء البيضاوي المغربي، الفريق اللي خاض نهائي كأس العالم للأندية، المتابعة من لاعب الخبرة بسام البولعابي، والمخالفة واضحة للنادي الرياضي الصفاقسي، واضح التدخل، الاستماتة متواصلة من الفرجاني ياسيسي، وكذلك غازي شلوف وعلي معلول، بقية اللاعبين من نادي الصفاقسي لإخراج الضغط من مناطقهم. المخالفة واضحة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي وضد اللاعب رقم 17 من جانب تشكيلة المدرب أمارة تراوري، اللاعب سما علي بدرة. إذن النادي الصفاقسي إلى حد الآن متمكن من تحقيق التعادل في ملعب كوناكري. فخر الدين بن يوسف، تبقى الكرة للنادي الصفاقسي وترجع من جديد للنادي الصفاقسي، صاحب الخبرة الإفريقية، وكذلك وسيم كمون كان في التغطية. أيضا المحاولة ترجع لفريق حرية كوناكري، فريق ثاني كبير في غينيا، فريق حافية كوناكري. ديالو كاليلول متابعة من علي معلول، وأيضا زيادة الدربالي، والكرة الأخيرة مباشرة للحارس رامي جريدي، كانت محاولة من سوما علي بدرة. الاستحواذ على الكرة غيني حاليا، ومحمود بن صالح يرتكب المخالفة على لاعب محمد كاميرا، والمتابعة من رامي جريدي، وأيضا القائم قريبة برشا. الكرة الأخيرة بالنسبة لفريق حرية كوناكري لأحداث الفارق في هذا الشوط الأول، ويستحوذ على الكرة فريق حرية كوناكري، الفريق البطل في غينيا وسيم كامون. وترجع الكرة، كانت مجازفة من فخر الدين بن يوسف، والتألق حاليا لبسام البولعابي، وترجع الكرة لمحور الدفاع، ومحمود بن صالح اقبل اللاعب بانغورا ماليك، وأيضا كانت المتابعة من كواسي بليز. دائما الاستماتة حاليا للنادي الرياضي الصفاقسي، تطويل الكرة مباشرة لكواسي بليز، كرات قليلة لمسها قلب هجوم السابق للنادي الصفاقسي، والدراية من محمود بن صالح، كذلك بسام البولعابي، كرة مباشرة لصالح كواسي بليز، ووضعية تسلل معلنة على اللاعب الإيفواري المنتمي لفريق حرية كوناكري.
أسبقية اللعب لعلي معلول، والكرة ترجع من جديد لصالح ليون كاليلو، والتغطية من محمود بن صالح، ومن جديد هذه المرة المحاولة من إدريسا كوياتي، والحارس كديم مباشرة للدفاع. مباراة ممتازة إلى حد الآن، مقدمة من فريق السي اس اس، ووضعية تسلل معلنة على إدريسا كوياتي الإيفواري، والضغط دائما على دفاع فريق عاصمة الجنوب، وبصعوبة يبعد الكرة علي معلول التوزيع لإدريسا كوياتي، وترجع من جديد ثم بسام البلعابي. الالتفاف على الدفاع والاستماتة حاليا لتشكيلة المدرب حمادي الدو أمام زملاء محمد كاميرا. نتابع هذا التدرج من الفرجاني ساسي، وكرة طويلة، والقائد سميلة بدرة في المتابعة، ودائما ينقذ الموقف من الجهة المقابلة محمود بن صالح. قلت النادي الصفاقسي صاحب الخبرة الإفريقية والموسم الفارط تألق وأحرز انتصارات عديدة خارج الميدان، والتسلل حاليا ضد النادي الصفاقسي، والمتابعة دائما من زملاء فخر الدين بن يوسف، والضغط على حامل الكرة وماهر الحناشي. ماهر الحناشي عملية فنية والمتابعة، وواضح أن هذه الوضعيات بالنسبة للشوط الأول والتعادل 0-0. من جانب الشوط الثاني نتابع هذه الوضعيات لفريق عاصمة الجنوب، الكرة الأخيرة من زياد الدربالي، والمحاولات من فخر الدين بن يوسف وإدريسا كوياتي، والتصويبة الرأسية من الإيفواري. سيسعى النادي الصفاقسي للتسجيل في هذه الفترة الثانية في الأثناء، المحاولة من بليز كواسي لكن دون خطورة على مرمى الحارس رامي جريدي. في الأثناء المتابعة لدراماني، دراماني والأولوية لمحمود بن صالح والدفاع فرجاني ساسي، والنادي الصفاقسي يحافظ على التعادل حاليا في ملعب كوناكري، وهذا هام. إدريسا كوياتي وضعية تسلل، أيضا المساهمة من ماهر الحناشي، كرة طويلة من جانب حورية لمحمد كاميرا، والحارس رامي جريدي على مستوى القائم الأول. من جديد المتابعة لهذه المحاولة من جانب بانغورا مليك، والاستماتة لزملاء وسيم كمون في الاستحواذ على الكرة. من جديد المحاولة النادي الصفاقسي، فخر الدين بن يوسف مباشرة لغازي شلوف، وترجع الكرة لفريق حرية، تشكيلة المدرب أمارة تراوري المدرب السابق لفريق مازيمبي، والهدف الأول لفريق عاصمة الجنوب. الإمضاء لفخر الدين بن يوسف محرر فريق النادي الصفاقسي، نذكر جيدا أمام فريق مازيمبي تمكن من التسجيل وإهداء الكأس لكرة قدم تونسية. التسجيل هدف مقابل صفر، والاستماتة متواصلة لفريق السي اس اس قبل لقاء العودة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس في نهاية الأسبوع. المهم أن تشكيلة المدرب حمادي دو تمكنت من التسجيل، والمباغتة من فخر الدين بن يوسف في مرمى الحارس كديم. في الأثناء الخبرة في الاستماتة وعدم قبول الأهداف من جانب دفاع تشكيلة المدرب حمادي الدو، يبعد الكرة وسيم كمون يرفعها في اتجاه فخر الدين بن يوسف، والكرة من جديد لفريق حرية الساعي للتعديل، وتصويبة الرأسية الأخيرة بعيدة على مرمى الحارس رامي جريدي. ترفع الكرة من جديد من كاليلو دراماني ومحمود بن صالح، والمتابعة في وسط الميدان غازي شلوف، ثم زياد الدربالي، والإطار الفني النادي الصفاقسي، والحذر والتركيز. التوزيع الأخيرة على مستوى القائمة الثاني، والتغطية من جانب زياد الدربالي بعد توزيعة دراماني، ثم رامي جريدي يمر بفترات حرجة حاليا دفاع تشكيلة المدرب حمادي دو للاستماتة والمحافظة على الهدف الوحيد المسجل. ورامي جريدي من جديد، وثم مخالفة، والكرة باش ترجع لفريق السي اس اس، ومن جديد الاستماتة، ضغط رهيب من جانب فريق حرية، والتصويبة الرأسية من محمد كاميرا خارج الميدان، والإصابة شلة مش بليغة لبسام البلعابي. كرة طويلة في المحور،
محمود بن صالح مباشرة الحارس رامي جريدي، ونهاية المباراة بفوز النادي الصفاقسي. طرحة كبيرة عديتو الصفاقسي اليوم. عايش كبارك فيك. صحيح برشا بعد يعني شكوا فينا الجمعة هذه، ما سياسة عم تعثر. صحيح ما عندنا جروب باهي ويحب يفرح الجمهور الكل، ورانا كل بارتي نلعبوها رانا نعطيوها فا، وان شاء الله ديما فرحانين الناس كل. تروح سايب برشا برشا سورتو في الظروف هذيا، تشوف الجمهور تشوف السخانة تشوف الارضية نتاع الملعب. ما الحمد لله في بالي اليوم برهنا اللي الجروب هذيا نتاع سي اس اس جروب باهي وعندها ما تقول في روحها. فما برشا عباد شكت فينا لكن اليوم جاوبنا العباد الكل، ان شاء الله نكملوا كيك في ماتش روتور. مبروك قبل كل شيء. هذه ثقة متبادلة بين ملاعبية وإطار فني وإطار طبي. الحمد لله معنا مع الإطار الطبي قدرت باش نحضر لليوم، عاونت أصحابي ونتي سوليدير. اليوم اللي تفرج في الماتش معناها نجم يشوف الجوريات قداش تعبت اليوم في الماتش هذايا، والحمد لله صاري في الكورة باش نعملوا ماتش نول في البطولة. ما ماذا بينا الجمهور نتاعنا ما يكونش أجريسيف أونفيغ لي جوار، على خاطر راهو احنا زادا منا العباد، وكي نربحوا رانا نفرحوا كيفهم، وكي نخسروا رانا نتأزموا. الرسائل موجهة لأصحابها. هذا صحيح برشا ناس مست من الملاعبية هذوما. الماتش نتاع اليوم نهديوه لهم بالمناسبة، وراهو نقولوا لهم احنا السفينة نتاعنا تمشي لقدام، نحاولوا معناها ما يدزوناش التالي، خاطر احنا رانا جروب سوليدير وان شاء الله ديما القدام ان شاء الله. ظل الشخص اللي باش يفرح بالانتصار هذا فرحه مضاعفه هو المدرب حمادي الدو، خاصه بعد اللي صار على امتداد اسبوع كامل. حمادي مبروك، وظل انتصار اليوم احسن رساله للناس الكل تقريبا، وخاصه للي شكوا في المجموعه هذه والخدمه حمادي الدو. كلمه. لا انا فرحان للاعبين، فرحان لانتصار اللاعبين اليوم. اللاعبين بالحق بلوا المريول، لاعبين تعبوا برشا، قدموا مقابلة بطولية، كل واحد من مكانه حاول انه ينتصر في المقابلة هذه، مش سهلة ضد فريق محترم جدا. بالنسبة للتشكيك والله ما نشوفش علاش ثم تشكيك، لاعبين هذي سفيقسي قادرين يقدموا في مقابلات كبيرة، كل مقابلة تصير بارفولي فوبا، لكن اكيد ثقتنا كبيرة في المجموعة، حتى الناس بجنب بشهادة كل الملاحظين ثقتهم كبيرة في المجموعة.